بسم الله الرحمن الرحيم. صبح سعد، سني 55 سنة، أول مرة أنزل انتخابات وأقف فيها. الشعب كله نازل يدلب أصواته على أساس إن إيه المركب تمشي. الناس نازلة المرة دي نازلة بحب، ما عادش المال السياسي بيعمل حاجة. يعني ما فيش الكلام ده بتاع زمان، يرش فلوس هنا ويعمل هنا والكلام ده كله. المال السياسي بمنطقتنا احنا اتلغى تماما، كله نازل بالحب. انا جاني صوت ب 200 جنيه وجاني ناس بتقول صوت ب 300 جنيه، والنهارده في محضر معمول في مدرسه عمر مكرم لاحد المرشحين عشان خاطر المال السياسي. هل في تصور لحل مشكله شباب المعتقلين مع البرلمان الجديد؟ اولا ما عندناش حد معتقل، عندنا ناس محبوسه، يا ناس على حصول على ذمه قضايا، ذمه النيابه وذمه المحكمه. تمام. على ذمه قضايا، مفيش حد معتقل، لان احنا ما عندناش قانون طوارئ عشان يبقى فيه اعتقال. تمام سعادتك. تمام اتفضل. اي بقى حد عنده مشكله في نيابه وفي محكمه؟ ايه اهم تشريع، ايه اهم قانون المفروض ان هو يتلغي في البرلمان الجديد؟ احنا ما عندناش غير حاجه واحده، تعديل الدستور، ده اساس. الدستور يتعدل ازاي بقى؟ يتعدل الدستور، لازم الدستور ده يتعدل، لازم الدستور يتعدل. احنا طلباتنا تعديل الدستور، دستور الاخوان ده لابد من تعديله، على ان ياخذ رئيس الجمهوريه كافه الصلاحيات اللي تهيئ ليه ممارسه شؤون الحكم بصلاحياتها. انما ايه ده؟ بس الدستور موجود ده حضرتك مش بتاع الاخوان، ده دستور لجنه الخمسين. لجنه الخمسين ما كانت برضه واقعين تحت تاثير دول امريكا وتاثير مش عارف ايه والطابور الخامس والاخوان والخونه والعملاء. ده دستور كان ما يعلم به الا ربنا، دستور اسود جه على مصر بخراب. دستور لجنه الخمسين ده وحش. ايوه وحش، دستور وحش. تمام. دستور فاشل، دستور عمرو موسى دستور فاشل. ايه راي حضرتك في مقاطعه الشباب للعمليه الانتخابيه؟ اكبر خطر، اكبر خطر. لاول مره سعادتك انا داخل في 50 سنه، انا داخل في 50 سنه سعادتك، شفت ايه انتخابات كتير، لاول مره بشوف الانتخابات دي البلد والحكومه رافعه ايدها عنها. طبعا انت عارف ان المجتمع بيمر بمرحله خطيره وتحديات كبيره قوي من داخليه وخارجيه، واحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقف مع الدوله، لان احنا بنحب الوطن وبنحب الدوله، ومن خلالنا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني ايه جايين نبني الوطن ونبني المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده. تمام. وانا بتمنى ان كل اعضاء مجلس النواب اللي بيجوا جايين دول يكونوا بيحبوا تراب الوطن ده، على اساس ان احنا نبني الوطن ده كلنا مع بعض.